هلو، هذا العطر اسمه غانيميد، من احسن العطور اللي انت ممكن تشم. هذا العطر من مجموعة مارك أنطوان. ما يميز هذا العطر انه مختلف مش مكرر. هذا العطر يقف في الوسط، يرضي الجميع، الرجال والنساء، الصباح والمساء، الشتاء والصيف، المعزب والضيف. من عطور النيش، اي عطور الاختصاص والعطور الفخمة. بعيدا عن مكونات هذا العطر التي اذا انا ذكرتها مش راح اقدر اقرب لك الصورة، والسبب انه في توالف رهيب ما بين المكونات الكثيرة اللي انت مش ممكن تختصرها بنوع معين. في هذاك الانتعاش وهذاك العمق وهذاك الغرابة، وركز لي على كلمة الغرابة، وهذا بدل انه هذا العطر فريد من نوعه ومش متكرر. غانيميد واللي هو على اسم قمر بالمجموعة الشمسية، يستحق انك انت تشتريه وتجربه. نصيحة من مجرب، ويلا باي.